الموت يفجع الفنان المصري حمادة هلال، الله يصبرهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. كشف الفنان المصري حمادة هلال قبل قليل عن وفاة عمته شقيقة والده، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام: إنا لله وإنا إليه راجعون، عمتي أم محمد في ذمة الله. وتابع: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويسكنها فسيح جناته، ويصبر أولادها ويصبرنا جميعا، نسألكم الدعاء والفاتحة، الله يرحم جميع أمواتنا المسلمين يا رب. الجدير بالذكر أن الفنان حمادة هلال شارك بالماراثون الرمضان المنصرم بمسلسل المداح، وشاركه في البطولة عدد كبير من النجوم، وأبرزهم نسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، والعمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.